كيف يا جماعة؟ جايز بدي افرجيكم اليوم قناة مستفزة، مش هحكي ولا اشي، بس بدي اياكم تشوفوا، بعدين هشرح لكم، بس شوف بس شوفوا طلع. طبعا شكر خاص لجوجو انه اقترح هذا الموضوع، تقدر تقترح عليه مواضيع من هذا الرابط. حسنا بنات، سأطلب الآن شورتا قصيرا رائعا وقميصا من الدانتل. اودي انا اطلبي لي بدلة السباحة. اوكي. ايش هيك بحكوا؟ يا للهول، انا اريد فترة سباحة. فستان؟ حسنا، طويل ام قصير؟ قصير. بنات، جنس حول عظيم. انا كمغناطيس نساء بعرف اقول النساء يا جماعه انا خاتم في هالامور، وانا بعرف انه النساء مش تافهات، يعني النساء عادي، يعني عقلات جدا، بس هاي القناه بتبين البنات يعني كميه التفاهه. طبعا الفتره الجايه من الفيديو بس بعد يحكوا عن الفستان القصير ام القصير كثيرا ام القصير قليلا ام القصير. بس انظري، هناك واحد قصير، خذي هذا افضل. لا، انه قصير جدا. قصير جدا؟ لا، قصير عادي. رجل التوصيل سيكون هنا خلال ساعتين، ماذا سنفعل؟ فزلا متى التوصيل حيجي؟ بعد ساعتين. هاي المعلومه كثير مهمه، لانه رجال التوصيل بيطلع من مغناطيس نساء اكثر من مغناطيس النساء شخصيا. يا جايز، هسه كونكم انتم اقتنعتوا انها قناه مستفزه، خليني احكي لكم شوي عن القناه. فهاي قناه اوكرانيه عليها 10 مليون مشترك يا جماعتي، والفيديوهات اللي بتنزل مناسبه لاوكرانيا، مناسبه للثقافه الاوكرانيه. هلا اللي صار انه اصحاب هالقناه قرروا يترجموا المحتوى لعربي عشان يطلعوا فلوس اكثر، وترجموا انجليزي وكل اللغات يعني، وهندي، كل شيء. فلما ترجموا المحتوى العربي، اول شيء الترجمه كثير بتخزي، يعني كثير بتضحك، يعني صوتهم ما تفهم، يعني بفرجيكم الشاب كيف بحكي. بس جيجي، لان فعل هذا مجددا ساشتري بدلة. اصواتهم غريبه وكلامهم غريب، كل الموضوع بعض غريب. بس مش بس هيك، القناه لما تفتح عليها بصير عندك صدمه حضاريه. شقيقه ديانا الصغرى جاءت لمعسكر المصفقين. بوس، كل القناة بوس. طلع عنوان الفيديو: من ترك هيكي على رقبة ديانا. يا جماعة ليش سوء الظن؟ بلكي قرصها، مش عارف، بعوضة كبيرة ولابسة بلوزة لونها أخضر. بوس 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 هون بوس كل مكان. زملاء المدرسة سرقوا ملابس المصفقين، شباب بسرقوا أواعي البنات عشان ما يلبسوهم. هذا المحتوى مترجم باللغة العربية، متاح للعرب، قاعد بنشهر، واللي بيحضروه اطفال عم بيشوفوا بوس. كيف بعرف انهم اطفال اللي بيحضروا؟ الصراحه اشك انه في شباب كبار وصبايا كبار بقدر يحضروا. جيجي، لان فعل هذا مجددا ساشتري بدله براقه. اتوقع صغار اللي بيحضروا. انا بحكي هالمعلومه لانه انا عارف، هسه انا قاعد بنتقدهم، بس انا عارف حيجيني تعليق: احمد انت بتعمل محتوى غير ملائم للاطفال. انا ما بعمل محتوى غير ملائم للاطفال، هذول بيعملوا محتوى غير ملائم للاطفال. هذا المحتوى قاعد بيجي في ايدين الاطفال وانا قاعد بنتقده، والقناه زي ما قلت لكم قاعده بتولع. فيديو نزل الشهر الماضي عليه 13 مليون مشاهده. اوه، فكوكم هسه فهمتوا. خلينا نرجع نحضر شوي، اللي بجد حاب اشوف كيف رجل البريد هسه حيخطف قلوبهم مثلا، فاهمين؟ تتعلم منه. صحيح انا مغناطيس نساء، بس لسه بتعلم يا جماعه التواضع، فاهمين؟ التشجيع، وبعد ذلك سنقوم بالتمدد. انا كثير مبسوط على الاشي اللي بحضره، وبصراحة الناس اللي دبلجوا هذا المحتوى نفسي اروح ابوسهم على راسهم. تبا ليالي، متى سيصبح لدينا اصدقاء؟ فالجماعة اللي بيترجموا محترمين، تمام، شافوا هذا الشو اللي كل صور عطبته بوس، قال لك الاخلاق برو، فحولوا كلمة حبيبي لصديقي. كل الحلقة بتلاقيهم: متى ساحصل على صديق؟ تبا ليالي، متى سيصبح لدينا اصدقاء؟ يعني الشو مطلع البنات انهم بحتاج شباب، بدي شباب. حسنا بنات، قفوا خلفي. اوكي، فهذول هم مشجعات يا جماعه، هسه بتشوفوا الحركات الصح. واحد، اثنان، ثلاثه. تبا كيف، انظر لديانا. دول الشباب قاعدين بتجسسوا، لانه بتعرفوا المشجعات هم قاعدين كثير منظرهم يعني، فاهم؟ خلص شباب، بتعرف احنا الشباب قادرين، ما عندنا شيء بالحياه غير كيف. انظر انهم يتدربون. كبست مع الزلمه، مش قادر يقعد. اثنان، ثلاثة، أربعة. اسمعي ديانا، ربما سأبدأ مواعدة ديما صديقك السابق. أنا مش المتحدث الرسمي بالأخلاق، لكن إشي مقرف يعني صراحة، المحتوى قاعد بنتشر في الوطن العربي، بنات عبارة عن يعني إنه كل حياتهم شاب مواعدة الشاب، صديقتي بدي آخذ صديقك السابق، حياتهم عبارة عن يعني هاد، فاهمين؟ أي أولاد وعدنا، أرى أنكم تشعرون بالغيرة، حسنا دعونا نتدرب وإلا سنتعارك. والله يا ريتك ما تدربتي، أحسن لك تتعارك يعني. واحد. لا شباب، الأمر لا يعمل هكذا. هاي الشلة الثانية، في عندهم شلتين هم.
أوه جوليا، لك من ذكية، هل نحن نعمل؟ أنا أقول هذا شكل شرير، هو شكل شرير، تحس صوته كمان هيك زلمة قاعد باكل بكدونس، ما فيش حد باكل بكدونس هيك إلا يكون شرير هيك، قاعد في الشارع باكل بكدونس الزلمة. أي شارع هذا؟ لا يوجد. هيو هيو بدنا نتصل النساء، هيو هيو. أول شي صوته، أنا بعرف قرفته من قد ما بحكي عن أصواتهم، بس لا لا هالزلمة أبدعوا الصراحة. أي شارع هذا؟ لا يوجد مؤشر. تحس صوت واحد من السنافر. اسمع أنت، إن أردت يمكننا أن نعطيها لها، إنها صديقتنا. لا شباب شكرا، هذا عملي. الله زلمة زلمة. يس ووو. أنت في العنوان أصلا. ارحمني يا هزيم الرعد يا زبشيل بكدورس من ثمك. فشوفوا هالزلمة شرير، وفي الرجل تبع البريد، شخصين ما بيعرفوا بعض، بس ما هيك حابي فضفض له هالمعلومة. طلعوا، عندما تفتح ديانا الباب سنطلب منها المال كي نشتري الايس كريم. حسنا شباب انتم لطيفون. ليش ليش تقول له هالكلام مان؟ ليش؟ ها يا له من احمق، هذول شابين باد بويز مش فارغ معهم حد. هذه طرود لليدي ديانا، اعطيني الطرود انا صديقها ساعطيهم لها. اجل هيا اذهب من هنا. هو المفروض يكون نبرة صوته نبرة، تعرف كيف الباد بويز، يلا روح من هون فاهم، يلا اقلع. بس طيب حكاها فيها. اجل هيا اذهب من هنا. لك يسعد دينك، انا اللي بذهب. اثنان. واحد اثنان. شو البرنامج اللي قاعد بحقه؟ ما بعرف. مرحبا، هل انت ليدي ديانا؟ شوف شوف مغطس النساء كيف حيكون تصرفاته، جيبوا دفتر يا جماعه وسجلوا النقاط. انت ليدي ديانا؟ اجل انت فتى التوصيل، اين ساوقع؟ لا افهم بنات، هل هنالك شراره بينهما؟ بنات انتم ملاحظين في بينهم شراره؟ شفتوا كيف حكت انه اين اوقع؟ اين ساوقع؟ واضح من صوتها انها معجبه. ساكون سعيدا ان طلبتي مجددا، وساوصل لك الطرود كل يوم. فيش اي انثى بالحياه ممكن تسمع هالصوت بهي طريقه الحكي وما توقع في الحب، مستحيل. ساكون سعيدا ان طلبتي مجددا. بالمناسبه ما هو اسمك؟ اسمي ماكس اراكي. مغناطيس مغناطيس، طلع عليه. انت والفيست وطاقيتك البرتغالي تقول بوب ذا بيلدر يا زلمة، الله عليك الله عليك. بروفاسي يجب ان نمسكه ونشرح له. لا يجب ان ياتي هنا. او شيت او شيت برو اهرب برو، جايين الباد بويز يهجموا عليك. لا اهتموا لذلك، لا اريد ان اراك هنا مجددا، والا لن اعيد لك القبعه، واضح؟ ام التهديد يا زلمة. ولا شو لكم قويين يعني، اذا ما اذا بيرجع هون بتاخذوا من الطاقيه البرتقاليه. يا الله، توصيل الطرود هي خدمتي. والله هيبة هيبة هيبة. لقد أخبرتكم ماكس. يا للهول ماكس. ديانا لقد كنت ذاهبا للمنزل وأحضرت لك بعض الأزهار بعد العمل. والله والله إنه عارف حاله شو قاعد بيعمل. طلع يا جايب لها ورد من أجمل ورود العالم. شكرا هذا لطيف. اسمع، لديها صديق اسمه سمايل. يانا لا تتدخلي. يخرب بيتك يانا، يعني عادي يصير عندها صديقين، مالك انت؟ شو مالنا يا جماعه؟ مالنا؟ اوكرانيا هاي اوكرانيا. ديانا هل اراكي مجددا؟ بالطبع، حتى انه ديانا. ديانا كملي كملي ما عليك. اليوم سنكون نحن الفتيات فقط. اها حسنا، لا يمكن ذلك. الصراحه حلقه حلوه، بس انا جد عندي فضول اعرف ايش بصير بالحلقه اللي صار فيها 13 مليون، في حلقه معينه عليها 13 مليون بشهر، تفهمين؟ لازم نعرف، فخلينا احضرها بعدين خلاص ننهي الفيديو. الخميس 28 من ماي؟ وماذا عن 28 من ماي؟ فهم كلهم نايمين، فصحيت هاي بتعب تسأل حالها 28 من ماي؟ ماذا حصل؟ ماذا؟ بعدين تتذكر انه 28 من ماي الحفلة الحفلة حفلة الا الحفلة. بنت لازم تروح تذكر الكل بالحفلة، يلا بسرعة. بنات انها الحفلة، اما زلتم نائمات؟ كنوبا لما تصرخين؟ فالمهم يا جماعة برضو هدول بتفاجئوا من ماي الحفلة اليوم بنات. الحفلة. طيب في كمان هاي البنت نايمة، فهل تتوقع تصحى تكون تعرف انه في حفلة ولا حتتفاجأ؟ ماذا؟ الحفلة؟ بالضبط. وهدول البنات كمان نايمين، هل حيتفاجئوا؟ الحفلة الحفلة اليوم الحفلة. في حفلة اوكي، ولا الشخص تذكرها. كلهم كانوا ناسيين بعدين الحفلة سنرتدي نحن بنات بصراحة. اوكي فعم بيلبسوا البنات عشان الحفلة، وبيجوا الشباب اصدقائهم، وشوفوا كيف بتناقشوا الاصدقاء. حسنا سمايل لنذهب بسرعة للحفلة، البنات والرقص. البنات والرقص. البنات والرقص برو. بروفاستي انظر، نحن على الموضة وسنكون الافضل. الموضة برو، هيك الموضة. ياه.
وكمان يا جماعة في شلة شباب ثاني كمان راحوا يستنوا صديقاتهم، وصديقاتهم شوي تأخروا، فشوفوا كيف بينادوهم. فتيات فتيات فتيات. حسنا اليوم سيكون ممتع لنشعل هذا اليوم، فنحن متخرجين. حبيت قديش مبسوط، هاي سعادة شخص تخرج برو. إذا بدك تحتفل وأهلك نايمين في الغرفة الثانية. طيب يا جماعة بتنتهي الحلقة بالرقص، أوكي؟ هسا بدي إياكم تسمعوا الميوزك اللي حاطينها. أيوة إشي تحس يعني رقص، فاهمين؟ إشي قوي. بعدين شوفوا الرقصة. بس يا جماعة أنا ما فجدتكم أسوأ أشياء من ناحية أخلاقية، جدتكم أشياء اللي بقدر أرجع على قناتي، بس حقا قناة جد جد سيئة تستهدف الواضح الأطفال في الوطن العربي، ومحتوى أوكراني بس بالعربي. فأنت بتحضر بتحس حالك إذا ما أنا لازم أكون هون، أنا مكاني صح أطلع أقوم. فأقول لكم رأيكم في الموضوع في التعليق. أنت ما مشترك اشترك، شكرا يا حوش. لا توجع لي راسي خد جزرة، والله لك مش فاضي خد جزرة.